ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نشوف الشيف المغازي النهارده هيقدم لنا العدس الاسمر ازاي، العدس ابو جبه ازاي، والعدس ده ضيف في كل بيت مصري في كل بيت عربي، ولكن احنا المصريين من نعم ربنا علينا ومن نعم الارض الطيبه، العدس في الارض من الارض الطيبه مصر لا يوجد له مثيل، بصلها وثومها وعدسها. العدس معانا العدس معانا مقاديره كالاتي: معانا عدس اسمر، ومعانا بصل وطماطم وكزبره خضراء، والتوابل بتاعتنا اساسي فيها الكمون والملح والفلفل، والافتكاسه بتاعه الشيف هنشوفها في نهايه عمل الطاجن بتاعنا هيتقدم ازاي. المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشره، ولكن البطل هنا العدس الاسمر المصري. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، وتعالوا نعمله بطريقه جديده. اول حاجه معايا حله على النار بتسخن فيها قليل من الزيت، هخليها على جنب كده. حلو قوي. هناخد العدس بتاعنا ده ونحط عليه ميه مغليه عشان نتخلص من الغازات بتاعته، زيه زي البقوليات، بس ده ما يطولش، ما يتنقعش ليله كامله، دي فتره بسيطه كده على ما اجهز البصل والثوم واقشر لي بصلتين ثومتين حلوين كده والتوابل بتاعتنا، ونجهز نفسينا ونشرب الشاي بتاعنا، نشرب القهوه بتاعتنا، يعني تقريبا 10 دقايق منقوع في ميه مغليه. نع البقوليات زي العدس زي الفاصوليا زي اللوبيا زي الفول زي الحمص في ماء تخلص من مشاكل الغازات. ده العدس الاسمر بتاعنا الجميل، بتشتريه من اي عطار يكون بالشكل ده كده، عند ميه مغليه، اللهم صل على النبي، باخدها كده واسقطها على العدس بالشكل ده كده بس، خلاص. حلو الكلام. دي مرحله اولى، ونقلبه كده. طبعا انا مش هطبخه بالميه دي، دي ميه مغليه. شوفي بس التركه اللي المغازه هيعملها عشان اللي عنده مشاكل مع القولون، عنده مشاكل مع الجهاز الهضمي، البقوليات زي العدس زي الفول، ازاي نتلاشى بنسبه تقريبا 80% او 70% من مشاكل الغازات. دي ميه مغليه حطيتها على العدس كده، وحطيت شوية كمون، الله عليك وعلى والديك، وحطيت عينيا، وحطيت شوية كمون بالشكل ده كده، الله عليك يا عم الشيف، بس خلاص. ليه محلات الفول دايما بنلاقي على الطاولة وعلى الترابيزة حاطط لنا كمون وملح وشطة، بس تلاقي دايما الكمون، غير الكبابجي، الكبابجي ما بحطش حاجة يعني، لأن اللحم متبل، أو أي محلات بتاعت أكل تانية، الفول بالذات محلات الفول لما نخش نلاحظ حاطين لك الكمون على الترابيزه، لان الكمون ملازم الفول، لا ولو خلص الفول انا مش مسؤول. شفتوا العدس؟ اه، في ميه مغليه بشويه كمون، هي دي التركايه، ده الجديد. انا طبعا هصفيه من الميه دي وقت ما اطبخه دلوقتي. حلو الكلام. دي مرحله اولى. معايا فص من المستكه، ومعايا شويه خضار زي البصل فلفل، قطعهم كده، عايز الخضار ده يبان مع العدس. حلو. تمام. ناخد الفلفل الاخضر ده كده، حلو بالشكل ده كده برضو، الفلفل الاحمر ده حلو. طاجن العدس بالخضار، خضروات مع العدس الاسمر بالذات تبقى لطيفه وجميله، وعلى فكره الخضار بيبقى طعمه مختلف، والعدس احنا كلنا عارفين غني بالبروتين النباتي المفيد جدا لكل حاجه، البروتين النباتي الامن. هنقول بقى مشاكل الكوليسترول، مشاكل الناس اللي عندها نقرس والحاجات دي كلها ما نكترش منه، ولكن ما نقدرش نستغنى عنه. دي شويه خضره حلوين كده متقطعين زي الفل. معانا في الطاسه بتاعتنا الجميلة الحلوة دي كده فص مستكة، بنحطه هنا كده كأنك هتعملي كوارع أو هتعملي عكاوي. مستكة، حلو، مع المستكة دي تسيح أشم ريحتها، بنزل بالبصلة بتاعتي، بنزل بالتومة بتاعتي، بنزل بالزبدة الجميلة الحلوة، ونقلب دول كلهم مع بعض.
اشم ريحه المستكه مع البصله والتومه. شفت الشقاوه؟ اه دي مرحله كده اولى زي الفل. بصل توم، يا سلام يا سلام على الثلاثي الجميل لما يجتمعوا في حله واحده ولا في طاسه واحده، البصل والتوم والعدس. بصل وتوم وعدس، اقلب كده البصلايه لغايه لما اشم ريحتها. ما تتحرقش مني، انا مش بعمل شوربه بصل ولا بعمل صياديه. فص المستكه هنا ملعلع. ناخد العدس بتاعنا الجميل الحلو ده كده، بنصفيه. خلي بالك بنصفيه، يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني الميه اللي انا ناقع فيها العدس دي مش عايزها خالص، خلي بالك ده مهم جدا على فكره. شفت الحبات العدس بقت موردت ازاي وادتني لونها الحلو؟ شايف الجمال؟ شايف الجمال؟ يلا بينا هو ده، يلا بينا يلا بينا يلا بينا هو ده. الله الله، لا تقول لي بقى لحم ضاني ولا لحم كندوز. شفت الحبات العدس بقى لونها حلو ازاي؟ هو ده ماء مغلي. شويه كمون مطحونين فريش. ما تجيبيش الكمون المطحون بقاله شهور عندك ملوش لا طعم ولا رائحه ولا لون. العدس نزل كله كده. ده مش عايزه. حلو يا عم الشيف، الله يبارك لك. ونقلب دول كده مع بعض. الله، نقف محطه هنا نقدر نعمل من ده شوربه عدس. حلو قوي. نقدر نعمل من ده اكله اسمها مجدره من المطبخ اللبناني. يعني ايه المجدره من المطبخ اللبناني؟ يعني العدس ده بينطحن وياخد كزبره وتومه زيه زي البصاره. من العدس ده نعمل أكلة اسمها مدردرة من المطبخ السوري، بتاخد رز بسمتي مع بصلة مقرمشة زيها زي الكشري المصري بتاعنا. يا حلاوتك يا شيف، ده العدس مدرسة. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ العدس بيلعب في الطاسة معانا. خضار، فلفل ألوان، بصل، كل ده بيستوي مع بعضه. يقوم الخضار ده ينزل السوائل بتاعته، الفليفر بتاعه، الجمال بتاعه. ونسيبهم على النار يا عم الشيف، وكده خلصنا الطاجن بتاعنا. توابلنا شويه ملح، شويه فلفل، دول اساسي. شفت الحلاوه دي كده اهو. مخرجنا عايز يشوف الحله ودلع الحله. الحله دي فيها كنز، كنز طهوي، خبره طهويه. شفت الجو ده كده؟ ونسيبها تغلى على النار مع نفسها. نعم يا غالي، سؤال وجيه جدا. معايا مخرج دايما ينكشني، يعني يطلع معاه مني المعلومه والتركايه وسر الطبخه. ليه ما شوحتش الخضار مع البصلايه قبل ما تحط العدس؟ الله عليك. الاهم من ده ان انا الخضار ده عايزه ينزل السوائل بتاعته، يتعرف على الخضار. السوائل بتاعت الخضار تتعرف على العدس. هنخليها زي ما هي كده يا عم الشيف. شويه الملح بتوعنا كانك بتملح الرز، شويه الفلفل الاسود كانك بتبهر الرز، شويه الكركم الحلوين كانك بتبهر الرز، شويه البابريكا الحلوين كانك بتبهر الرز. كل دول في قلب العدس ونقلبه تقليبه. وقال لك ايه بقى؟ اتقل على العدس لما يحلو. هناخد بعضينا ونطلع فاصل، وانا في الفاصل بتاعي معانا كنز في قلب الحله، خبره طهويه. الشتاء جه فلازم نقدم العدس بافكار جديده. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. شوية فلفل حلوين كده، يعني شوية بنتبل حتة كفتة في الآخر. حلو، بابريكا، جو
اه ده الصوت ده بالله عليك ما بتتكلم مصري. العب. بص بص قلب بالك بقى كده، هو ده. بص شوف العدس يتنافس مع تشكيله مصر. ممكن تحط سبانخ على فكره، ممكن تحط سلق زي ما انت عايزه. لا ما ينفعش مشروم. انت عايز تخترع وخلاص. مشروم بروتين نباتي ولكن ما يحبش العدس. لما الاثنين بيكون عندهم نفس الصنعه ونفس المهنه ما يحبوش يجتمعوا في حته واحده. خلي بالك. بص شوف الخضار خد لون تاني ازاي، خد طعم تاني ازاي. اسيبه على النار رايح جاي. نبص عليه. حلوه المدرسه المغذيه دي. الحاجه اللي بتاخد وقت كتير على السوا انا حطيتها في النار ونسيتها، اللي هو العدس. واسيبه على النار كده يستوي لغايه لما حبات العدس تفتح ويتقل كده. ما تستنيش عليه لغايه لما ميته تنشف. خلي بالك. بالشكل ده كده. عايز شويه ميه، هحط له شويه ميه مغليه زي الفول لما يجي يتدمس. اوعى تحط ميه بارده، تكوني بتدمسي الفول يا امي كده ولا حاجه والميه بتاعته نقصت وتحط ميه بارده، هتلاقي الفول اسود وزعل منك. لازم تحط ميه سخنه. هناخد العجينه الحلوه بتاعتنا دي كده بشويه دقيق نفرتها على البلانش. حلو. تعالوا مع بعض نشوف ايه موضوع العدس. بيتكلم مصري. ده الطاجن بتاعنا. نحطه هنا كده. ناخد العدس الحلو اللي تعبنا فيه ده كده. الله. ونسقطه هنا في قلب الصينيه او في قلب الطاجن. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده يا شيخ؟ الله يسامحك. انا اول مره اشوف العدس بالشكل ده. لسه ما خلصتش. هنا بقى الافتكاسه اللي هي مش مكتوبه في المقادير ودايما اخرج عن النص، ولكن اللي بيخرج عن النص بيكون ايه؟ واثق من نفسه ومتمكن وعارف هو بيعمل ايه. العدس ده قيمه غذائيه عاليه جدا معاك. الاولاد بيحبوه بس انا عايز محتوى غذائي يناسب الصغير والكبير. ايه المشكله لما ادعمه ببروتين نباتي حيواني؟ لا يا غالي مش لحمه مفرومه. والله انت مخرج حبيبي. حبيب هارتي مش لحمه مفرومه خالص. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا بيض. بناخد بيضه كده زي ما هي، نفحر لها كده فحره وتنزل كده. يا دلعك. كده كده وتنزل بالشكل ده كده. جديد ولا مش جديد يا بتوع المدارس؟ حد يقول لي بقى مش جديد. ده عدس طلع نزل هو عدس، ولكن الطعم مختلف. رشة زعتر حلوة على البيض ده عشان افصل الطعم. رشة فلفل اسود على البيض ده عشان الزفرة. درجة حرارة الفرن عندي 180. بنشوف الفطاير بتاعتنا اخبارها ايه. ده لازم يطلع على الشبكة. حلوة دي كده اهي. فيها كل الوصفات اللي انت حباها. دور على بروتين نباتي هتلاقيه، بروتين حيواني تلاقيه، معادن تلاقيها، كالسيوم تلاقيه، الياف تلاقي، خضار جميل. والصوره الحلوه تسبق الحديث. فين الصوره اللي على الشاشه من الفرن يا ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ كنز طهوي في قلب الفرن. هنقفل الفرن بتاعنا وبيتكلم مصري. صلي على رسول الله. طاجن العدس على الطريقه المغازيه وحقوق الطبع لدينا وبس.